حد. الو النادي مدموزيل مديحه سامي من فضلك. الو سميره، اهلا يا حبيبتي، صباح الخير، ازيك؟ عامله بارتي الليله؟ حاجه ضروري الا اذا كان انتي فهماني طبعا. اوكي، مع السلامه. خالص. وانت؟ بغرق في شبر ميه. في السن ده؟ تديني كام سنه؟ ساعتي واقفه، ساعتك كام؟ ونص الا شويه. بقول ايه؟ حر حر قوي، ها؟ ما تيجي نروح حته هوا. فين؟ المكان اللي يعجبك. بس احنا ما نعرفش بعض كفايه عشان نخرج مع بعض. هنتعرف على بعض، نتعشى ونشرب كاس، نسمع مزيكا ونرقص، ولما هنرقص هنعرف بعض كويس. تفتكر؟ لا مازن طبعا اعمل حسابك ممنوع دخولك الشقه الليله. مش هضايقكم. ممنوع. هدخل اوضتي واقفل عليا. ممنوع. ما تبقاش اناني. احنا مش متفقين، ما دام الاشاره متعلقه على الباب تبقى الشقه ملك اللي جواها. دور لك على بيته بره الليله. طب اسمع. نعم. لو كان لو ايه؟ يعني لو كان لها قصدك لو لها واحده صاحبتها نجيبها ونسهر كلنا سوا؟ يا ريت. طب نشوف. عزت. نعم. انا هعرف ازاي؟ هكلمك في التليفون. ايوه عزت. ايه؟ ملهاش اصحاب. طيب انا لله دي حظ زفت. حبات فين بقى؟ اسمع، ما تطلب ناني. لا يا عم، دي ايدها طويله، سهرت معاها ليله سرقت مني 7 جنيه وولعها. هي دي ولعتك؟ لقيتها فين؟ في شنطتها. كانت سهرانه معاها امبارح، حبت تلطشني لطشتها. بقول ايه، ما نسهر عند بديع. لا دي قطعها. وكلامها كتير قوي. ما تعجبنيش. بس هي الساعة كام دلوقتي؟ 9 إلا 10. أنت وبختك لو لقيناها. هيبقى حظك للسما لو رضيت بيك. اسمعي سوسن. ما أعرفهاش. خش عليها على طول. اتكلم بقى. ألو؟ مادموزيل سوسن؟ مساء الخير. مين يا فندم؟ واحد يحب يشوفك. لا والله ما حصلش معرفة. الله. ايه؟ دي هتلبخ. الو سوسو، انا حمدي. حمدي مين؟ حمدي نقف. مساء الخير. ازيك يا سوسو؟ بقول ايه؟ اللي كان بيكلمك دلوقتي واحد صاحبي وصديقي وزميلي وحبيبي، ده حسن بيه باشمهندس قد الدنيا. اهو هيكلمك. الو اهلا وسهلا، احب اشوفك. استناكي فين؟ اجيلك المحل. هو المحل فين؟ ايوه ايوه عرفته، ثواني اكون عندك. حازم وانا Thank you.
سعيدة. أهلا وسهلا. تفضلي. ايوه. هلو يا فندق. على قدك. ممكن؟ اتفضل. هي كام اوضه؟ اوضتين وصاله، اوضه نوم واوضه مكتب. ويسكي؟ اه. بقول لك ايه؟ لازم الساعه 12 اكون في البيت. انت قاعده لوحدك؟ لا انا قاعده مع ماما. انا ستي ما دام قاعده مع ماما يبقى الواحده اثنين ثلاثه. ماما ست طيبة. لا أصل ماما ما تعرفش عني حاجة. كنت فين يا سوسن؟ كنت في السينما، لكن اللي بعد الساعة 12 هقول لها كنت فين. اه صحيح هتقولي لها كنت فين. قولي لها كنت في المسرح. ايه. صحتك. صحتك. وعرفت ناس وفرحت وزعلت ولبست وعيطت وعيطت قوي. طب انا بعيط ليه؟ مالناش دعوة. شغال اللي هنا حبيبتي. بارد ليه؟ قلت له ينظف الشقه قبل ما يمشي ووعدني بكده. اديكي شايفه الشقه ملخبطه ازاي. خلاص ما عادش في ضمير ولا اخلاق ابدا. نشرب هنا ولا جوه؟ عايزه مين كان معاك؟ ده تلج ولا ميه؟ مين كان معاك؟ كان معايا جوز عمتي. جوز عمتك؟ كان معايا خطيبته. خطيبته؟ خطيبة جوز عمتك؟ حبيبتي قصدي عمتي مراته يعني. وعمتك بقى نزلت من هنا حافية ولا ايه؟ لا ابدا، دي كانت شارية جزمة جديدة تجنن من الاوكازيون. قلعت الجديدة ولبست القديمة. قصدي قلعت القديمة ولبست الجديدة. عايزة؟ نعم. انت شاي؟ عايزة اشرب. من عينيا روحي.
نشرب هنا ولا جوه؟ ولع لي. انت متجوز يا حسن؟ لا. ما اتجوزتش ليه؟ تتجوزيني؟ عايز تتجوزني؟ وانا طول يا. طب هتعمل بيا ايه؟ ابقى جوزك؟ بعدين؟ تبقى مراتي. بعدين؟ نبقى جوزين ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. ايه رأيك تيجي نعملها؟ ايه مالك؟ ما احبش الطريقة في الموضوع ده. تزعلتي؟ لا، الساعة 12 ميعاد السينما. لسه بدري. ما قلتش لماما. كمان ساعة. كان لازم اقول لها. طب نص. ماما هتقلق. زمانها نامت. لا بتستناني. قولي لها الفيلم هندي 19 فصل، كل فصل احلى من الثاني. لا ماما تقلق. مش هتقلق. سيبك يا دوحة سيبك. مفيش امتع ولا الذ من الحرية. الواحد كده يبقى حر. اكل، اشرب، اخرج، انام، اصحى، اتنطط كده من شجره لشجره زي العصفور. زي العصفور. على رايك يا عازف، اللي زيك ما ينفعش في الجواز. لكن اللي زيك انت بقى هتتجوز. انا؟ مش ممكن. هتشوفي. ليه اربط في رقبتي سلسله يشدني منها لبي جوزي؟ اقعدي، نامي، كلي، اشربي، وهو داير على حل شعره بره. دي بيضه يجري وراها، دي سمره يحبها، وانا اقعد احط ايدي على خدي مستنيه البي في البيت. لا يا عز، الرجاله مالهمش امان. طب خلاص يا حبيبتي خلاص، هتتنرفزي روحك ليه؟ انا معاكي، تحيا الحريه. سوسن، ما تباتي معايا الليله. تاني مش قلت لك لازم اقول للماما؟ طب المره الجايه. حاضر. امتى؟ خلال الظروف. حسنا اتاخرت قوي. هي دي عمده؟ لا مديحة، مديحة فاميني، فاميني يا دوحة، فاميني والله، والله يا عمتي والله. عزي، ايه اللي جابك؟ ما قريتش الورق اللي على الباب؟ اللي جابني؟ أنا مش متفق معاك يا بني آدم إنك تشوف لك بياتها الليلة برة. أنت اللي ما كانش يجب تدخل ما دام لقيت ورق على الباب، إحنا مش متفقين إن الشقة ملك اللي جواها. نعم يا سيدي، نعم يا أبو علي، نعم. أنا ماشية بقى. طيب حبيبتي، هنتقابل هنا كل ليلة جمعة. مع السلامة. مع السلامة.
أسفة مش قادرة أقولك اتفضلي معايا. وأنا مش قادرة أسيبك. ما تيجي نروح أي حتة، ناخد كاس، نسمع مزيكا، نرقص. معلش وقت تاني، أنا اتأخرت أوي. أنا حبيتك أوي. وأنا كمان. تعرفي قد ما كنت متنرفزة وأنا نازلة، قد إيه أنا فرحانة دلوقتي إني عرفتك. ميرسي. هنشوف بعد تاني؟ طبعا. طيب باي باي. باي باي. صباحي على خير. وانتي من اهلي. اسمعي، ما تنسيش اللي قلتلك عليه. قلتيلي على ايه؟ عليكي واحد. مع السلامة. باي باي. ايه ده يا بنتي، كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في السينما. للساعة 2؟ كان معي بنات صحابي، وبعد ما خلصنا الفيلم اشترينا سندوتشات. الجيران لما يشوفوكي راجعه في الفجر يقولوا ايه يا بنتي؟ ربنا يكفينا شر الناس وكلامهم. انت لسه بنتي يا حبيبتي، وسمعتك تاب فوق راسك. تصبح على خير. بونسوار. سعيدة يا بابي. سعيدة يا حبيبتي. عامل ايه الليلة دي؟ زي كل يوم. معلش عن اذنكم. رايحة فين؟ ما تقعدي معانا شوية. معلش يا بابي، اصلي تعبانة شوية وعايزة انام. طيب يا حبيبتي على كيفك. عن اذنكم. مع السلامة. يلا يا سيدي. جاي. كم كم؟ بنتك حلوة قوي. كارت. طلع لابوها. انت فاكر نفسك حلو؟ ثلاثة كام؟ راحت عليك يا راجل. صلت فشر، انا حافظه الحلو كده طول عمري. والسهرة حلوة، والترابيزة شعلية، والسمية سكة. سمية مين؟ واحدة صاحبتي كانت في الكويت وجت امبارح. لو كنت جيتي امبارح كنت اتبسطتي خالص. على العموم ما تنسيش الخميس الجاي لازم تيجي. ان شاء الله. طبعا حاجة. صباح الخير. ايه؟ خصماني؟ حقك عليا يا ستي. أنا غلطان. أنت مين؟ أنا مين؟ أنا عزت. عزت؟ آه. عزت بتاع امبارح. أيوه بتاع امبارح. ما خلاص، امبارح فات. بابا يا سمير أشوفك بالليل. بابا يا راح قلب. أنت اسمك إيه؟ نعم. اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ سميرة. اسمك ايه؟ انا عزت. عزت؟ عزت بتاع امبارح. هو أنا كل ما أروح في حتة ألاقيك في وشي؟ أنت عايز مني إيه؟ إنه يجيلك مزاجك تتعشي معايا. فين؟ مطرح ما يعجبك. وتبطل تطاردني؟ أوعدك. الليلة دي أنا سهرانة عند واحدة صاحبتي، تحب تسهر معايا؟ ما بحبش أصحابك دول. يبقى مرة تانية، أوكي؟ باي باي. هنسهر سوا الليلة دي؟ فين؟ عند واحدة صاحبتي هعرفك بيها، عاملة بارتي يجنن. أيوة بس الليلة دي أنت عارفة. نسيت. هاتي وتعالي يسهر معانا. يمكن ما يرضاش. حيرضى، ده أنتوا هتنبسطوا قوي. العنوان أهو، تعرفي ما جيتيش؟ هزعل منك. أما أشوف. أوكي باي باي. باي سلامة. Thank you.
سوسن يا بنتي ده انا عسوس بس بالغلق اللي معاكي ده وتيجي تسهري معاه مره جايه ان شاء الله عن اذنك اتفضل مالك يا عسوس البت دي هتجنني حسن انا معايا فلوس انا عارف خليهم معاك لما احتاج هقول تزعلنيش حسن انت حاسس ان دلوقتي بقابلك عشان الفلوس مبروك يا حسن مبروك يا ابو علي مبروك على ايه ده خيبه تقيله وهي طنطوس وحشه طب دي جهنم انت رحتها ثلاث اشهر لما روحي بقت هنا من حيث؟ من حيث كله أنت كده وحش؟ أبداً دي بلد جميلة جداً سرايات وبيوت لكن بقى لا سهرات ولا أعداد ولا حاجات ومن الساعة 10 خص تحس إيه المنيل ده؟ أفندم سوسن صباح الخير صباح الخير يا حسن هقولك على خبر زي الزفت أنا اتنقلت طرطوس أيوة طرطوس قبلي إيه رأيك أنا حصلي من العمل بعد أسبوع إيه رأيك ناخد أجازة نسافر في أي حتة نقضيه سوا تطلب نقلك لبلد اقرب ده اللي في نيتي بس بعد شويه تعرف انك هتوحشني قوي وانت كمان دي مجامله من قلبي سوسن نعم
اللي خلاكي؟ قصدي يعني الخوف، خوفي من بكرة، خوفي من أول الشهر يجي وما أقدرش أدفع أجرة البيت. ماما تعيا، ما أقدرش أجيب لها الدواء، هنطرد من شغلي وترمي على الرصيف. طبعا أنت فاهم ده كله. وما اتجوزتش ليه؟ يعني كان يتقدم لي عرسان ورفضت؟ أصل في أزمة جواز اليومين دول. إيه ده؟ عشان ما تنسينيش. يا باشمهندس. الله ينور عليك يا سيدي. لقيتوا لي شقة؟ لقينا لك شقة مفروشة لكن محترمة. شقة مين؟ شقة الست أم فوسة حرم الخواجة كرياكو. ناس جريد من بتوع زمان إنما عشريين قوي. يا سلام. أمال هتعجبك. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. اتفضل ساعة البيت. الشقة عجبتك يا باشمهندس؟ كويسة مش بطالة. اتفضل المفتاح. أي خدمات تانية؟ متشكر. السلام عليكم. قول لي. نعم يا فندم. يا شقة الخواجة كرياكو فين؟ دي قدام سيادتك على طول. طب مع السلامة. الله يسلمك. مين؟ أنا حسن عبد الحميد، جاركم الجديد. كالوستو كرياكو؟ يو ساتي نامو؟ تو خسن بيه. خسن بيه. اهلا وسهلا حسن بيه، نورت البلد حسن بيه. تفضل تفضل حسن بيه تفضل. الحقيقه انا جاي اشكركم على الجميل اللي ما فيش جميل حسن بيه، احنا كلنا اخوات. انت واخدك؟ ايوه. والفاميليا؟ ما فيش فاميليا. تاكو ميري ذا فاميليا. مش مخيم حسن بيه، مش مخيم، احنا في خدمتك. انا فرست ثابته انت بزو بتاعنا، ويمكن الزو بتاعنا مش هيجي بزو بتاعنا. لا ابدا ابدا، يعجبني قوي قوي. حلو؟ خلو. خلوي؟ خلوي. انا ممنون. مفيش ممنون قسم بيه. ميرسي، انتوا ناس طيبين في الحقيقه. ميرسي قسم بيه. طب استاذن انا. لازم يمسكتوا وقت كافيه. اجي نامو. كلم الكافيه. كلا باباكي. اخي نوسخ لي قسم بيه. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا حضرة العمدة. إن شاء الله تكون مبسوط من الشقة. كويس يا عمدة. والعيلة هتشرف إمتى؟ مفيش عيلة. ربنا يسهل. ما يلزمكش أي خدمة؟ متشكر، عن إذنك. Thank you.
صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. طرطوس نورت والله. يا اخويا اتلم. اسمع. افندم. قول لعوضني جاهز الموتوسيكل عشان نفتش على الزراعه. حاضر يا فندم. تعال انت بتخش وريني بتخش ولا 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 انت شايف لا لا وريني ايوه اللي خد اخر علاوه امتى انا مش بتكلم على علاوه انا بتكلم على الدرجه فين هو الضمير يا حضره الناظر ابو الزبده في الجمعيه ب8 ساغ نشتري ب9 و10 من الجمعيه لا من البقال الجمعيه ما فيهاش زبده تلكت البقال بقدره قادر مليانه زبده بقى ده اسمه كلام إذا كنت عايز استمراتك تمشي، ناول البشكة تبقى رشيل. رشوة يعني؟ ما تبقاش حنبالي، هدية يا أخي. ده صحيح، لأن القانون بصفر. ده صحيح. أيوة صدرك. والله أنا مستني شوية. أهلا وسهلا ساعة البيت، تشرب إيه؟ واحد ويسكي، ما عندناش ويسكي. كونياك، ما عندناش خمر خالص. أمال عندكم إيه؟ قهوة، شاي، جنزبيل، قرفة، أنسون. اديني قرفة. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا بينا احنا تمام. يلا. يلا يا سيدي. اتفضل. والله اتفضل. لا اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. شلبي؟ أيوه. اتفضل يا حضرتك. شلبي. أفندم. نعم. زي ما قلت لك الناس دي قايمه ليه؟ الساعة 10 ميعاد التشطيب. تشطيب؟ ايوه. حسابك كام؟ قرشين. متشكر. سيجارة؟ واجب علينا يا بيه، يدوم. اسمك ايه؟ محسوبك فراج يا بيه. عاش الاسامي. قول لي يا فراج. هي البلد دي مفيش فيها اماكن للسهر؟ خمامير يعني؟ لا قصدي صالة مزيكا، رقص، سهر. لمين السهر والرقص يا بيه؟ اهالي البلد ملهومش، الموظفين ما معهومش. السهر والرقص والحظ في البيوت، العائلات مع بعضيه. والعازب؟ العازب ملوش في البلد دي. ايه هنسهر سوا الليله اهي؟ ما احنا سهرانين اهو. لا نسهر في حته تانيه غير هنا المره الجايه. وبعدين يا سوسن انت بتتهربي مني ليه؟ اذا كان على الفلوس انا مستعد لكل طلباتك، هبنيلك فيلا وافرشالك. بس عزوز. عزوز بيه تسمح؟ ايه؟ دور عليك. دور ايه؟ انا بس محاكمة ظريفة، خليني اسالك شوية اسئلة كده بالضبط بمنتهى الصراحة وصدق وامانة. تعال. على ذوقك يا جماعة عزوز بيه. اتفضل. اتفضل اقعد يما. اقعد. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم والله العظيم. عظيم جدا. ابوك بيشتغل ايه؟ بعدين بقى قول. ايه دعي الاحراج ده؟ قول بس قول انت قول. صرامات. وامك. الله احنا هنخش في العائلات ولا ايه؟ جماعة ثروتك منين؟ اهلاوي. يعني ايه؟ شعبطة. يعني ايه؟ ما تفهموها بقى. شيلني واشيلك. دوحة. حبيتي كم واحد؟ ولا واحد. يا كدابة أنا عارفة. زمان حبيت واحد. طب وما اتجوزتوش ليه؟ أصله ضحك عليا. إزاي؟ اتجوز واحدة صاحبتي. ودلوقتي بتحبي مين؟ بحب واحد. موجود هنا؟ دانا. إيه أكتر حاجة بتحبيها في الدنيا؟ الفلوس. ليه؟ عشان دقت الفقر. سوسن. أنت راضية عن نفسك؟ راضية ومش راضية. مش راضية عن ايه؟ عن اللي انا فيه. وراضية بايه؟ باللي انا فيه. دخلك كام في الشهر؟ وليه ما جوزتيش؟ مفيش حد ضحك عليكي؟ ايه املك في الحياة؟ ماليش امل. انا ضايعة. كلنا في الهوا ضايعين. يلا نضيع. يلا. Yes,
فندم. حسن، الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. ازيك يا سوسن؟ وحشاني قوي. عندي اجازة يوم واحد، أول ما تخلصي تعالي بسرعة. عندي اجتماع مهم. هتيجي تاني؟ لو قدرت مش هتأخر. طب حاول ما تتأخرش. سوسن. ما تيجي انت معايا. واسيب مصر؟ ليكي مين في مصر؟ أمي وشغلي. أنا كفيل بيه. طب هتقول عليا إيه هناك؟ صحيح. أقول هناك. أقول إنك أختي. أختي. أصلاً هو مش المفروض إن كل واحد له أخت. أنت أختي. فكرة. سوسن. خدي شهر إجازة. شهر حسن نقضيه سوا. حسن، أنت بتتكلم جد؟ سوسن أنا محتاج لك. أنا ما تعودش أرفض لك طلب، بس هقول إيه لماما؟ قولي لها إنك اتنقلت اسكندرية، مسافرة اسكندرية، صاحب المحل بعتك توضب المحل اللي في اسكندرية، قولي أي حاجة. قلت إيه؟ هفكر. ما تفكريش، اتفقنا. عكدلك المستنية. أهلا وسهلا أهلا وسهلا الحمد لله بالسلامة مدمازيل سوسن. الله يسلمك. خواجة كرياكو ومدام أم كوستا. أثناء تشرفنا. خلاص مدمازيل سوسن البيت نور. تفضل مدمازيل، تفضل حسن جوه. معلش وقت تاني. لا مش ممكن، اتفضل دلوقتي. معلش يا مدام، أصلي جاية تعبانة من السفر ولازم أوضب هدومي. طب اسمك حسن بيك.
كرياكو، مدام كرياكو، شرفت بخضريتك والخانم اخت خضريتك. ليلادي معزومين عندنا. بلاش ليلادي، خليها ليله تانية. لا مش ممكن. بعدين انا جيت زعلان. ليجي كرياكو ليجي. قسم بيه، بعدين انت جيت زعلان. لا واحنا هدي زعل المدام حاضر. استخورة اتنا. سيبه يرتاح. عن اذنكم. استوكالو. مع السلامة. حاسين مسحوش. صحتك يا اختي. صحتك يا اخوي. انت هتقعد هنا كتير سوسن؟ شخ؟ لا لا سوايا دي سوايا، لازم نستنى هنا التملي. اه كيفا. كيفا. يا مدام. يا اخوي اقعد على طول بقى. اه طبعا. عكسها تنام. برافو فاكا. برافو على فكرة انت بترقص حلو قوي. ميرسي. تعرف ترقص بلدي؟ ابن كوستا كان بيرقص كويس كتير. برافو برافو. دينينا يا تينا دينينا. اخ بوي ستورا كوستا. كان سبيرينا سنعي مزينا. امال هو فين دلوقتي؟ سافر استراليا. بيشتغل ميكانيكي. كان عاوز احنا نروح معاه. لكن احنا مبسوطين خينا. بكرة يرجع بالسلامة. سلام. ايه ايدك على كريان. ايه ايدك على كريان. عندكم اسطوانة بلدي؟ ليه هسي؟ طب يا ايه. هتنامو. مش هحبس عليها. برافو. 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 يلا اوبا. اوبا. هسي برافو. حسن، قوم الساعة 8 وربع. قوم. أخرت بقى على شغلك. قوم بقى. قوم أورنجة. قوم بقى. عظيم. هطلع أقول لك استنى 5 دقايق. قوم بقى. طيب طيب، البي نازل عقول. بعدين من فضلك هات لي 4 ترغفة بس بسرعه وحياتك. صباح الخير. صباح النور. شرفتي طرطور. متشكره يا بنت الباشمهندس نور. الله يخليك. وحضرتك بقى الست بتاعته؟ لا انا اخته سوسن عبد الحميد. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. اتفضل عيش. سوسن. الله انت لبستي يا حبيبي. البلكونه مفتوح. كنت بتتكلم مع مين؟ مع الجيران. جيران؟ ايه غلطت؟ لا ما غلطتيش بس مساله الجيران دي بلاش منها. وشي جف وشه. صباح الخير وتنك داخله. قله ذوق.
وقف شوية. طب هم هيكلموني. ما ترديش؟ ليه وانا خارصة؟ رد رد مختصر. يمكن عايزين يتعرفوا عليا. الا دي. خلينا في حالنا. سوسن يا حبيبتي انا ما بقيتش حريتك. بس انت عارفة ان انا ما بحبش الاختلاط. كفاية علينا الخواجة كرياكو والست ام كوستا. وانا وانت. الله لسه ما فطرتش. مفيش وقت اتأخرت. باي باي. ايه؟ البلكونة مفتوح. اخ باي باي. مع السلامة. باي باي يا حسن. واقفة عندك كده ليه؟ بتعملي ايه يا عيشة؟ بصبح على أختي الباشمهندس. أخته؟ وصلت إمتى؟ إمبارح. يا أم أحمد يا حاجة خش. أيوة يا عمدة. حاضر. أختي الباشمهندس وصلت إمبارح. واجب تروحي تزوريها وتتوددي لها. كمان يوم ولا اتنين يا حاج. خير البر عاجله. أخوها باشمهندس، لا خطب ولا شبك. درداح أمال يا أم أحمد. الزمان ده عايز كده يا ولية. صباح الخير. صباح النور. عايشة هانم بنت العمدة بتسلم على حضرتك وبتقول لك النبي يقبل الهدية. بس أنا ما أعرفهاش. دول جيرانك ساكنين في الصناعي اللي قدامك وهم أصحاب الملك بتاع البيت ده. متشكرة أوي. فوتك بعافية. مع السلامة. متشكرة قوي على ايه التعب ده؟ حاجة مش قد المقام. تاكلوها بالهنا والشفا. ابقي اتفضلي عندنا. ان شاء الله. بس لما تيجي انت الاول. احنا نتشرف. الحمد لله على سلامة الست اختك. بنتي عيشة شافتها وحبوا بعض من بعيد لبعيد ونعم الجيرة. متشكر يا حضرة العمدة. لازم تشرفونا. ان شاء الله. مع السلامة. ده انت نورت وانست. الله يخليك. وانا يوم السبت زيارتي حبيبتي. ان شاء الله. مع السلامة. ربنا يسلمك. ان شاء الله. مع السلامة. باي باي. ايه ده يا سوسن؟ ايه؟ تقصى عليك يا حسن. كده تخدني. ده اتفقنا. طب انا هعمل ايه؟ ناس وجم لغايه عندي. اقفل باب وشهم. مرة وعدت. اسمعي يا سوسن اعملي معروف انا مش عايز لد وعجن من كتر كلام. كتر كلام؟ ليه؟ وانا واحدة جايبها تسليك. تنسي يا أستاذ انا أختك والنجران لازم تزورني وأزورهم. لو انا قطعتهم هيحصل عندهم شك واحنا مش عايزين الشك ده. اتفقنا؟ اتفقنا. طب هات بوسة. ايوه ده انا أختك. الله. ايه في ريحة ايه؟ فاسد العبدة. الله. استنى هنا شوية. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً الحمد لله على سلامة الهانم أختك. الله يسلمك. ناظر المحطة قال لي إنها شرفت إمبارح. أيوه. ثانياً أنا جاي أعزمك على فرح بنتي يوم الخميس الجاي. مبروك. ربنا يتمم بخير. وطبعاً الست أختك مش عايزة عزومة. لازم تشرفني معاك. طبعا طبعا. يا شرف لينا. السلام عليكم.
وعليك السلام. لا انا احمد، احمد ابني. الباشا مهندس حسن زي القمر. صحيح؟ العينين كلها ما اتشالتش من عليكي. خصوصا الواد الاسمر. مين الواد الاسمر؟ ابن العمدة. اه، اللي كان قاعد بيبص لي على طول. ايه ده، معجب؟ ما يعجبش ليه؟ هو انا وحشة؟ ما انت الاخرى كنت بتبصي له. نعم بقى؟ تسمح تقول لي ايه اللي يجيبني من مصر ويخليني اقعد معاك هنا؟ انت زعلتي؟ اه، عايزة انام. والله ده انا بهزر. لا. حقك عليا. لا. ايوه حاضر. ستي. ايوه. طرطوس على التليفون. الو الو. ايوه يا سوسن، انا سميره. الصوت بعيد كده ليه؟ وحشتيني قوي. اهلا يا كتكوت، وحشني يا ابن الايه. الو، هتيجي امتى روح قلبي؟ مش باين؟ ليه؟ انت اتجوزتي ولا ايه؟ لا. ولما هو لا، قاعده عندك بتعملي ايه؟ قولي لي يا روح قلبي، تيجي تشمي معانا نسيم؟ ما اقدرش اجي، ما اقدرش اجي، ما اقدرش اسيب حسن لوحده. ما تتصوريش انا قد ايه سعيده هنا ومبسوطه. ايه؟ ما اقدرش اجي. اسمعي، ازاي مديحه؟ كويسه؟ ايه؟ ما بتشوفيهاش؟ ليه؟ بتحب مين؟ الو الو سميرة. كانت عايزة ايه سميرة؟ كانت تطمن عليا والسكة اتقطعت. احسن. استني انت، انا اللي خربت. الو. ايوه الو يا سوسن، انا عزوز. اصل ما لحقتش اكلمك علشان الخط اتقطع. الو الو، انت سامعني؟ بقول ايه؟ مادام لسه ما اتجوزتيش صاحبنا، قاعده في المنطقه ده ليه؟ الو سامعني؟ سيبك من الفقر اللي انت فيه،
تعالي يا حبيبتي، انا هبني لك فيلا وافرشها لك وادي لك 200 جنيه في الشهر. انت ما بترديش ليه يا حلوه؟ انت مش سامعاني؟ انا مش عايزه اسمعك ومش عايزه اعرفك. حسن هو قال لك حاجه ضايقتك؟ ما يهمنيش اللي قاله، ده شيء بينك وبينه، لكن كونك تغفليني وتعملي تليفوني انطره ده اللي ما اسمحش بيه. وانا ما اقول اعمل حاجه كده؟ انا مش مغفل. تعالي حبيبتي ما دام لسه ما اتجوزتيش، هبني لك فيلا وافرشها لك، همتعك وابسطك. اتفضلي روحي له، انا مش ماسكك كده يا حسن. افرضي هعمل التليفون زي محاريس الحب والغرام اللي بينك وبين عزوز قبل الشمس ما تطلع البلد كلها هتتكلم. إذا كان وجودي هيضايقك، همشي أحسن. اللي يعجبك. تصبح على خير. كل شيء من سيمو انت طيب. بالبصل. هو بقى السنة الجاية. وانت معايا حلو. لا! لا والنبي عنه ما بحبش ريحته. وحياتي عنه. وحياتي عنه ما بحبش ريحته. انت لسه زعلان مني؟ حد يزعل منه؟ ابيض بتدوب. العب يا بيه، انا رميت دوه اهو. العب. ما معيش. ما معكش، اسحب. العب يا باشمهندس، العب. Yeah.
اهلا العرف يا بنتي. اهلا يا حضره العمد. اهلا الباشمهندس موجود. اهلا يا عمده. اهلا وسهلا. السلام عليكم. دي خطوه عزيزه وعليكم السلام. اهلا باشمهندس. اهلا يا حاج. اهلا بيك. اتفضل. اهلا 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 يا حاج. الله يحفظك. ايه المفاجاه الجميله دي؟ الله يبارك. منورنا يا حاج. انت موجودك. الله يخليك حضرتك. اهلا وسهلا. دي خطوه عزيزه. انا كنت حاجي لك من يومين لولا حكايه كده شغلتني شويه. خير ان شاء الله. لا خير يا ابني خير. اوعى اكون عطلتك. لا ابدا بالعكس، ده انتوا شرفتونا. الله يشرفني. بارك. تعرفي يا سوسن، احمد حبك قوي وبابا جاي يخطبك من اخوك. قلت ايه بقى يا باشمهندس؟ يا عمده حضرتك فاجئتني. المهر 500 جنيه والشبكه. أيوة. من عندي انا. ده غير شبكتي انا. سوسن دي بنتنا. أيوة. ولازم تكون جوه عينينا الاثنين. متشكر يا عمده، بس يعني فيها. اسال زي ما انت عايز. يعني انا سمعتي معروفه وابني ريحته مسك. ده شيء معروف يا عمده، لكن على بركه الله. اهلا عروستنا. اهلا اهلا، مبروك يا عروسه. مبروك يا عروسة ابني. مبروك يا عروسة اخويا. عقبالك يا ضنايا. ويكون عريس الهنا باذن الله. ورطة ايه المهببة دي؟ انت ما ادانيش فرصة افتح بقي. المهر 500 جنيه واسأل زي ما انت عايز ومبروك. لا الحكاية مش بالسهولة دي، انا لازم اكلمه بكرة. اقول له يا عمدة اديني كام يوم افكر. وبعدها يبقى يحلها ألف حلال. ما تتكلمي. ساكتة ليه؟ طب عايزني أقول إيه؟ قولي أي حاجة. أنت مش شاركتي في المصيبة دي؟ مصيبة؟ ناس جم يخطبوني، طب وأنا مالي؟ أيوة بس أنت مش أختي. ما أنا عارفة. طب إزاي أوافق؟ يكونش احمد ده عجبك وعايزه تتجوزيه؟ انا صحيح عايزه اتجوز، بس مش عايزه اتجوز من العمده. نبقى متفقين على ايه؟ انا هكلمه بكره هقول له ان انت مش موافقه، او انك انت موعوده لابن خالتك. اي حاجه اي حاجه. هنكمل عيشتنا زي ما احنا؟ طبعا، مش بنحب بعض؟ اخرتها اخرتها اخرتها. اخرتها ايه؟ مش عارفة. لفترة معينة راح مني الشعور بالضياع اللي كنت بحس بيه في مصر، ودلوقتي رجع لي تاني. أنا نازل أتمشى. مش عايزة حاجة؟ انه مدرس كفء يا حضر ناصر، بس ما عندوش ضمير. وفين هو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا باشمهندس. مبروك يا حسن بيه. الله يبارك فيك. مبروك يا حسن بيه. شكرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا سيدي عقبال عندك. شكرا. اهلا عزيز. اهلا عزيز. الف مبروك يا باشمهندس، ربنا يتم بخير. عقبال البكاري. عاوزين بقى نشرب الشربات. اتليه وهات القهوه. نعم. يا
سوسن انا ماشي. عاوز حاجه؟ مع السلامه حسن. باشمهندس عقبال الدنيا الكبيرة نشرب شربات وناخد ملبس ونتعشى. يا جدع انت تليه. هلا. صباح الخير يا ابو علي. مبروك. العمدة قال لي احمد شاب ممتاز. ربنا يتمم بالخير. شكر. شكر جدا. مع السلامة. حسن، ما كنتش أتمنى تكون دي النهاية. كان أملي فيك كبير، وكنت راضية بحياتي معاك لأني حبيتك، لكن وجودي معاك أصبح مشكلة محدش يقدر يحلها غيرك. وأنت صاحب الكلمة، أنا مش هقول لك الوداع، أنا مستنية كلمتك. مرت الأيام، المدير حب يرقيني، رفض صاحب الشركة، حصل خناقة بينهم عشاني، كانت مشكلة. ما كنتي قاعدة في شغلتك وكنا مرتاحين، خربتي على نفسك، لا فايدة هنا ولا هناك. مين عارف، مش يمكن اللي حصل ده في مصلحتي؟ على العموم أنا هرجع المحل اللي كنت بشتغل فيه، مع إن المهية يا دوبك، بس أنا قررت أتعلم أنا كذا عشان أشتغل سكرتيرة. أنا بدعي لك يا بنتي، وربنا يقدم اللي فيه الخير. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحاج علي ابو سليمان. اهلا وسهلا. الحاج مسوق ابو سليمان. الشيخ معروف ابو سليمان. اهلا باشمهندس. درويش والصابر كلنا اولاد سليمان. اهلا. انا جمعتهم النهارده عشان يشوفوك ويتعرفوا عليك، وانت تتعرف على عيلتني. ليه الشرف. الشرف. الشربات يا بيت. اهلا وسهلا. هنيا يا باشمهندس. هنيا يا باشمهندس. الله يهنيك يا كابتن. احمد ابني عايز يكتب الخميس الجاي. ايه راي سيادتك؟ على خيرة الله. مبروك يا عم. 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 ايوه بس اختي، اختي مخطوبه. مخطوبه؟ مخطوبه. مخطوبه ازاي بقى؟ اختك قايله لبنتي انها لسه ما اتخطبتش. ايوه ما هو بس أنا اديت كلمة لواحد زميلي طلبها مني. لكن أنت وافقت على الخطوبة. أنا ما وافقتش. ما وافقتش إزاي؟ أنا شوية في البلد. ده احنا ولاد سليمان. أنا ما قصدتش والله. أنت شفت عيب على أحمد ابني؟ أبداً أبداً. العيلة مش قد المقام. أستغفر الله. أمال غيرت رأيك ليه؟ الناس تقول إيه؟ العمدة اللي فسخ ولا أخوها اللي فسخ؟ إحنا ما فسخناش. يبقى أنت اللي فسخ. بركة اللي فسخت. دي كانت هتبقى واقعة مطينة. ده بيقولوا ما خلتش ولا راجل في البندر إلا مع كتفه. اتنين.
لا قوليلي هي الخطوبه اتفسخت ليه؟ طلعت عوجه يا اختي. شفت عليها حاجه؟ اسكتي اسكتي. ثلاثه. يعني ما اديتنيش العادة النهاردة يا سعادة البيا. معلش يا فراج ما تاخذنيش. صدق بالله أنا قلبي يريدك لله في لله. أنت راجل طيب. أنت اللي سكرة. ما تاخذنيش يا بيا. أنا سمعت كلام بيمغص بطني مش هاين عليا أقوله. كلام إيه؟ ناس بتقول أستغفر الله العظيم يا رب إن الست أختك. ما تاخذنيش يا بيه. بتلعب من ورا ظهرك. سيرتها في البلد. ما تاخذنيش يا بيه. هي اللي فسخت خطوبتها. يا ابني أنت إزاي عاوزني أنقلك وأنت ما بقالكش معانا هنا شهرين؟ يا فندم العيشة هنا بقت مستحيلة بالنسبة لي. الإشاعات في كل حتة بتطاردني. البلد كلها بتستهزأ بيا. أرجوك يا تنقلني يا تقبل استقالتي. نشوف. أفندم، سميرة؟ إزيك يا سميرة؟ لا، أنا زعلانة منك. بقى يا خينا بقالك شهر وزيادة في مصر وما تحاوليش كلامي في التليفون. أعذريني يا سميرة، كنت مشغولة خالص. مدة غياب اللي فاتت دي عملت لخبطة كبيرة أوي في المحل. طب اسمعي، أنا عايزة أشوفك ضروري. إيه رأيك لو ناخد فنجان شاي سوا؟ لا لا، الحكاية دي ما تقالش في التليفون. لازم أشوفك ضروري. بعد نص ساعة في النادي؟ طب يروح علي. باي. يا سوسن يا حبيبتي، بقالك شهر وزيادة مستنية سحسن، والسحسن مش سائل ولا راح يسأل، بحب أميل. عزوز مستني إشارة منك، إيه رأيك؟ تسهري معانا الليلة؟ أنا مش هسهر تاني. لا يا شيخ، عيني في عينك كده؟ يا سميرة أنا بكلمك بجد. على ما فكري وأنا تحت أمر. أنا فكرت كويس أوي. يا عبيطة، مفيش راجل يستاهل اللي انت بتعمليه في روحك. حاولت كتير انسى الايام اللي قضيناها سوا، ما قدرتش. صورتك ما بتفرقش عليا. سوسن، انا محتاج لك النهارده اكتر من اي يوم. سوسن، اهلا يا سوسن. اهلا يا حبيبتي، وحشاني. وانت كمان، اخصى عليك شهر وزياده. شهر الا يوم. يا حبيبتي احكي لي اخبارك ايه؟ اهو. تشربي ايه الاول؟ مفيش لزوم. عشان خاطري خدي حاجه. طيب اي حاجه يا حبيبتي. ثانيه واحده. اتفضلي. احكي لي يا سوسن اخبارك ايه؟ اتجوزتوا؟ لا. سبتوا بعض؟ حاجه زي كده. ترجعي له تاني؟ مش عارفه يا مديحه. لسه بتحبيه؟ مادام مش ناوي يتجوزك سيبيه. وانت صحيح الاخبار اللي سمعتها عنك؟ ومخطوبين. مبروك يا مديحه. اقبالك يا سوسن. اتفضلي يا حبيبتي. احكي لي ازاي ده حصل؟ ده انت ما كنتيش بتشيقي تخرجي مع الواحد اكتر من مره مرتين. وحياتك يا سوسن ما انا عارفه، كنت بشوفه من وقت للتاني في النادي في سهرات. وكنت دايما بحس في عينيه زي اللي بيلومني على طريقه حياتي. وفي مره عزمني، قلت اخرج معاه اشوفه عايز مني ايه. فين الويسكي؟
عنك مزيكا؟ كنت عايزني اجي معاك، ولا احنا لوحدنا؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم. ما زهقتيش؟ تاني هنرجع للكلام ده؟ قلت لك قبل كده 100 مرة مالكش دعوة بحياتي. لو ما كانتش حياتك تهمني ما كنت سألت. أنا عارف عنك كل حاجة. زمان حبيتي واحد وخلي بيكي، وده اللي خلاك تفقد الثقة في أي حد، مش كده؟ بس ده من السبب يخليكي تضيع حياتك كل ليلة سهر وآخرتها. تحب الرقص البلدي؟ أنا بعرف أرقص بلدي جنان. بجد؟ والله. زعلت مني؟ لا ابدا، انا زعلان من اللي بتعمليه. اهو بتسلى. في 500 طريقه ممكن تتسلي بيها غير اللي بتعمليه ده. مثلا تقعدي في البيت. ايوه، احط وشي في الحيط واقعد اكلم نفسي. انا بدور على الحنان يا خيري. وبالطريقه دي هتلاقي الحنان اللي انت عايزاه. انت عايزني علشان تديني درس في الاخلاق؟ لا ابدا، كنت عايز اتاكد من حاجه واتاكدت منها. اقدر اعرف ايه هي؟ بتحبي تظهري بمظهر غير حقيقتك. ماما ماتت من زمان، وبابا ليل نهار مع شلته واصحابه. عمري ما لقيت حد يعطف عليا ولا حد يحس بيا واحكي له الف قلبي. وقابلته بعد كده مرة واتنين، وبعدت عن كل أصحابي. ومن كام يوم فاتحني في موضوع الجواز. خيري، مش عارفة أقولك إيه، بالرغم من كل اللي عرفته عني برضه مصممة على الجواز. مديحة، أنت كنت ضايعة. كل إنسان بيمر بظروف دي وبيغلط، المهم إنه يعرف غلطته ويصلحها. حياتك قبل كده ما تهمنيش. كل اللي أنا عايزه منك مستقبل من غير غلط. الكلام اداني ثقة في نفسي. صدقيني يا سوسن، عمري ما هخليه يندم على اللي عمله. أنت تستاهلي كل خير يا مديحة. يا حبيبتي، لكن ما قلتليش إيه كنت عايزاني في إيه؟ الحقيقة أنا كنت جاية عشان أصل إيه يا سوسن؟ مكسوفة مني؟ عايزة فلوس؟ عن إذنك ثانية واحدة. مديحة، أنا هرجعهم لك قريب. أخسى عليك يا وحشة، ما تقوليش كده. بحبها يا عزت، ما اقدرش استغنى عنها. طب ما تتجوزها؟ عاوز بس مش قادر. عشان مضيع؟ وانت مالك ومال مضيع؟ كل انسان بيغلط.
زي ما انت بتحاسبها على ماضيها هي كمان ليها الحق تحاسبك على ماضيك. عزت تصور اكون ماشي ولا اتنين بيشاوروا عليها وبتوشوشك. المهم انت وهي فكرك بعد الجواز هتخونك؟ لا خلاص حياتها قبل كده مالكش دعوه بيها. ايوه بس مجتمعنا مجتمعنا عايش على افكار سخيفه وعارف كده وعاوز يتخلص من الافكار دي وخايف. خايف زيك تمام. حسن ما تترددش اتجوزها. كلها من غير ما تسأل فيا. تعرف اني كنت حاطة على الأمل. اعذريني يا حبيبتي. أنت سافرت من هنا والدنيا اتربقت على دماغي من هنا. ليه؟ طمنيني أنت قبل عملتي إيه؟ شفتي سمير؟ كلمتني مرة في التليفون وعزمتني عندها. بس أنا ما رحتلهاش. أنا قررت إني ما أشوفهاش تاني ومش هشوفها. مش تبارك لي يا حسن؟ مش تعلمت الآلة الكاتبة وحابة سكرتيرة قد الدنيا؟ هتسيبي محل الورد؟ طبعًا مش كده أحسن. أحسن أوي. ومديحة أخبارها إيه؟ اتجوزت. اتجوزت؟ أيوه. مين؟ واحد ما تعرفوش أنت، حباه وحبته. وبكل بساطة راحوا متجوزين. مالك يا حسن؟ مفيش. وإيه تاني؟ حاجات كتير، مش عارفة أبتدي بإيه ولا بإيه. المهم انت وحشتني قوي. انت جاي في اجازه؟ لا اتنقلت كفر الدوار. اترقيت يا حسن؟ برضه لا، انا اللي طلبت نقلي. بعد ما سافرت حياتي بقت جحيم. اقعد في البيت كل حته فيه كانت بتفكرني بيكي. اخرج الهمس والغمز عشان حكايه الخطوبه وفسخ الخطوبه. قلت مفيش غير اني اسيب البلد. انا اسفه يا حسن، سببت لك في متاعب من غير قصد. خلصنا منها. وهتسافر امتى؟ بكره. بكره؟ ايوه. تيجي معايا؟ وده سؤال يا حسن. تحب اخد لك شقه في اسكندريه ولا في الرمل؟ وليه ما يكونش كفر الدوار؟ اسكندريه احسن، بعيد عن الناس وكلام الناس والجيران وقرفهم. وهنرجع نعيش زي ما كنا في طرطوس؟ ما احنا كنا مبسوطين لولا. مش يمكن في اسكندريه برضه تخلق لنا مشاكل؟ مشاكل زي ايه؟ انا عارفه الامر ما يخلاش. ما تخافيش. تحبي تاخدي مامتك معاكي؟ هفرش لكم شقه شيك وهساعدك في المصاريف. انا مستعد لكل طلباتك. اذا كان على الفلوس انا هبني لك فيلا وافرشها لك. مالك يا سوسة؟ ما بترديش ليه؟ حسن انت بتحبني؟ وده سؤال برضه يا سوسن. أمال اللي عايز نعيش زي الأول؟ قصدك من غير جواز. أنا فكرت كتير في الموضوع ده. وبقول ندي لنفسنا فرصة كمان. ونسيبها للظروف. سوسن، أنا بحبك ومش قادر أعيش من غيرك. مش قادر تنسى سوسن اللي قابلتك أول مرة وخدت 5 جنيه. أيوه، قولها بصراحة. مع الوقت هنسى. ساعديني إني أنسى. هتيجي معايا؟ ما اقدرش ارفض لك طلب. كنت خايف تقولي لا. كنت خايف ما تفهمنيش. انا فاهمك يا حسن واعذراك. مهما كان انا اختك والاخت تتحب، بس اخوها ما اتجوزهاش. سوسن هستناكي بكره على المحطه الساعه 12. اتفقنا؟
كنت فاكرة إن حبنا هيكون أقوى وتبص لي بعين غير اللي شفتني بيها. لكن يا خسارة يا حسن، الماضي مش عايز يتنسي والصورة مش عايزة تتغير. أنا مش بلومك، دي غلطتي من الأول، ظلمت روحي وضاعت كرامتي. الأيام علمتني، لكن الحب اللي أنت زرعته في قلبي علمني أكتر ورجعني لنفسي. حسن، مش هتشوفني في الطريق اللي عرفتني منه أبدا أبدا. خلاص يا حسن، أنا دفنت الماضي ورجعت لكرامتي. انساني.